طول عمرنا متعودين إنه التراك هو عبارة عن وسيلة تنقل عملية جداً غير مريحة، وبتاخدك من نقطة A لنقطة B، وبتوصل أغراضك وبتحمل معك حمولة كبيرة. الشركات حاولوا إنهم يطوروا هذا المفهوم في السنين الماضية. هذا البيكاب وصل لمفهوم جديد تماماً من ناحية اقتصادية، من ناحية لوكجري، من ناحية إكسبرينس السواقة. فورد F-150 باور بوست 2021. شو الأشياء اللي راح تشوفها بهاي الحلقة؟ مساحة التخزين اللي موجودة قد ايه كبيرة؟ بطارية هايبرد في تراك هايبرد، في بطاريات في هذا التراك. الداخلية تاعت التراك لوين وصلت ليومنا هذا؟ بيك اب بيضوي الشارع، فأنت إذا كنت قاعد جنبه وحط الكرسي تبعك ما عندك مشكلة. بالصحراء ما في ولا ضوء، حل لك المشكلة، حلها تماماً، خلصها. بيك اب فيه جنريتر كهرباء، هل هو الأحسن في فئته أو لا؟ أنا برأيي يتفوق يتفوق يتفوق. معلومتين بوعدك فاجئوك على F-150. الأولى 772 نيوتن متر من التورك، والثانية الكراسي هاد تبع السايق فيهم مساج. فورد F-150 أخذ مصطلح التراك لمكان بعيد كتير 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 كتير. هذا البيكاب لأسباب كتيرة، إذا الناس حاسة إنه شكله مش كتير اختلف، لا، تقريباً أكثر من 90% من القطع في هذا التراك اختلفت. هذا التراك من جوا يعني مش بطلت أقدر أحكي عنه تراك، يعني بحس يعني شوي بشد عليه بحكي عنه SUV. يعني كمية الراحة اللي موجودة فيه والأوبشنز ما بتخلص. حبلش بشركة فورد. شركة فورد تعتمد على هذا التراك بالبيع بشكل أكثر من أساسي. ليش؟ لأنه واحد من أكثر مبيعاً بالعالم، هو البيكاب المفضل في أمريكا أكثر من 40 سنة، هو البيكاب الأفضل متواصل. في عنده أشياء زي كل بيكاب، في أشياء منيحة وفي أشياء بده إياها تتحسن، ولكن هذا البيكاب بهاي السنة سكر كل هاي الأشياء برأيي. لأول مرة عم نشوف محرك 3500 سي سي هايبرد، في بطاريات في هذا التراك. طب باسل شو الهورس باور عليه هذا التراك؟ 430 حصان. أداؤه فعلياً 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 زيه زي أي تراك V8، ولكن هذا بست سلندر عم نحكي. أنا ألاقي البيكاب وهو فل بيعطيني أفرج بمشي 900 كيلو؟ هذا مش إشي كنا متعودين نشوفه في أي تراك انخلق قبل هيك. رقم مش معقول. هلا رايح ربع التانك عندي 698، افرج 7.8 يا جماعه لتر لكل 100 كيلو متر. سيارات 2000 سي سي ما عندها هذا الرقم، عم بجيب 11 و12 و13. تخيلوا اني عم بحكي عن ترك. جربنا قبل هيك تراكس وحكينا عن كثير تراكس، وفعليا في اشياء منافسه جدا، ولكن هذا التراك بهاي المرحله انا برايي يتفوق يتفوق يتفوق. البيك اب بيجي منه اكثر من اديشن، زي دائما في فئات كثير منه. اللي معنا اليوم اللي هي البلاتينوم. البلاتينوم المواصفات اللي فيه بتضحك قد ايه حلوه، يعني مش منطقيه قد ايه انها حلوه. التراك هذا قادر أن يكون بالصحراء؟ نعم قادر أن يكون بالصحراء مليون بالمية، وغني عن التعريف، ما مش أنا لازم أحكي عنه، تحكي عن حاله هذا التراك. فعلياً من برا منظره كتير صار مرتب، عم بفرجيني أنه غير مصطلح البيكاب. زمان كنت تحس البيكاب بيكاب يعني أي شيء من برا مش مشكلة، مهم فيها شوية كم شغلة من جوا ويلا وبوسع ورا وبطلع فيه. اليوم صفى أنت إذا طالع في بدلتك منظرك فيه حلو. هل قد الموضوع تغير واتاخذ لليفل مختلف؟ التراك صار عليه اختلافات، الاضواء شكلهم من قدام حلو كثير، من بعيد بتميز على بعد يعني 200,000 كيلو انه جاي عندي F-150. انا بحب السياره لما تكون ملتزمه بالهويه تبعتها. من برا الموري قدام ورا في ضواء، الضواء هذول مش ضواء للسياره العاديه، لا بيعتمدوا على بطاريه ثانيه مختلفه، على الجنريتر بيعتمدوا، بيضووا لك المكان اللي انت قاعد فيه. فانت اذا كنت قاعد جنبه وحاط الكرسي تبعك ما عندك مشكله، بالصحراء ما في ولا ضوء، حل لك المشكلة، حلها تماماً، خلصها.
الكاميرات موجودة في كل مكان، حتى هنا في عندي واحدة. هذا الجريل هو خاص في البلاتينوم، يعني كل فئة من هذا البيكوب لها شكل جريل مختلف. هذا تبع البلاتينوم. عم نحكي عن ترك صار فيه سايد ستيب، بتنزل لما أقرب عليه بدون ما أكبس أي شيء، طولها واصل لورا. ليش؟ عشان إذا بدي أجيب إشي ما أطلع على العجل، أطلع هون وأجيبه براحتي. هذا الإشي متعودين عليه إحنا، كبسة بوقع على تحت وبدك ترجع ترفعه، وهاي وظيفته في الدنيا. بهذا الترك مش بس هاي وظيفته. رقم واحد، بفتح هيك، هاي نزل لي درج. طيب الدرج بدي أطلع بشو بدي أمسك؟ أنت بتصفي بهالبساطة تطلع على هذا الترك. موضوع تاني، هون في عندي مسطرة. نعم مسطرة، عشان أقيس طول إشي إذا كنت محتاج أعمل هذا الحكي وأنا بالصحراء. موضوع تاني، هون إذا أنا عم بقيس بدي أكتب راح يكون عندي مكان للقلم هون، وعندي كاب هولدر هون. هون في عندي بريز كهرباء يا جماعة، هذا جنريتر. أنا هون بقدر أشبك تلفزيون، بقدر أشبك اللي أنا بتخيله في هذا الترك. حتى إذا أنت بدك تسكره، هذا بالعادة وزنه ثقيل. الموضوع أبسط من أنه وزنه ثقيل. من برا الكروم فيه كتران شوي، فلحتى يعطيك شوية منظر هيك راقي شوي أكتر، الكروم بحسسني فيه. دائما بدي احكي عن السياره شوي من جوا. واحده من الاشياء الحلوه كثير في هذا البيك اب هو الرؤيه فيه، في كل مكان انت شايف، مو حاسس حالي. بالعاده اللي بيضايقك شوي في البيك اب انك بتكون قاعد وحاسس حالك مش كثير شايف، من هون مغطى عليك ومن هون ومن ورا. انا شايف كشف كل الشارع من اي مكان عم بتطلع، مرتاح جدا جدا جدا. الكواليتي اللي صارت موجوده، الماتيريالز المستخدمه عم بتكون فلكيه صراحه. من هون بقدر اتحكم بيه الفور هاي الفور لو، بقدر هنا اتحكم بالتريلر تبع السياره اذا عم بتجر اشي وراك. مش عارف كم يوم بدي لاخلص موضوع الكبسات هاد. هلا طلعت على المسرب، الستيرنج عم بيرج، رجع دخلني للنص. من هون بتحكم بالاي سي، عندي تدفئه للكراسي، عندي تبريد للكراسي. مهم جدا جدا في الخليج هذا الموضوع. هذا الجير راح احكي عنه بس نكون واقفين لانه فيه اشي كثير حلو. عندي هون وايرلس تشارجنج، هون عندي بلاتينوم عشان يذكرني شو الفئة اللي أنا شاريها، لأنه البلاتينوم إشي الواحد بتفاخر فيه، موجودة برا على الصندوق برضو محطوط كلمة بلاتينوم. في منه الكينج رانش. الكينج رانش يا جماعة فيه أشياء حلوة، واحدة منهم إنه هاي بتفتح لورا وبتقلب برضو بالعكس، فممكن تصير طاولة عندك هون. موضوع تاني، الكرسي هاي القطعة مفصولة والقطعة اللي تحت مفصولة، فبقدر أرجعه للآخر ويصير تخت، مش إنه زي تخت تخت تقدر تنام في سيارتك بدون ما يكون عندك اي مشكله. لا تزوق، كنت عم بحكي انك انت مو مضطر انك تجيب معك كثير اغراض لما انت تنزل في البيك اب هذا، كان على الصحراء في سفر بغض النظر. السنوبرسات تاعونه عم بتحسهم شادين، ولكن مش بالطريقه اللي مضايقتني، بالعكس ماشي بالشارع كترك او بحسه اس يو في كثير. يعني انا مصر انه اس يو في، بس هو مش اس يو في بالنهايه. على فكره الكينج رانش منه اذا بتفتح الباب راح تلاقي هون تفاصيل صغيره هو، ولكن راح تلاقي هون علم امريكا، فحاطينه بمكان وبطريقه كثير غريبه. طبعا في بلايند سبوت في البيك اب، ادابتيف كروز كنترول عليه. عندي الكبسات هون، انا بتحكم بالكاميرا. الكاميرات اللي فيه يا جماعه طبعا ابل كار بلاي واندرويد اوتو وايرلس. هاي السن روف، حجمه مبالغ فيه جدا. لما بيفتح السن روف هيك على المغرب، بس افتح السن روف قاعد بحس حالي بسياره كشف مفتوحه كامله. عندي اللهم هدول وعندي هدول، غير هيك هذا مفتوح كامل، القزاز هذا مفتوح، قزاز كثير كبير، اللي ورا صار قزاز واحد كامل، عندي هون هذا مشبوك، بطلت حاسس اني بحاجه لشيء. السبيكرز الساوند سيستم، عشان تكونوا بالصوره، من هون في سماعات، فمن هون بيطلع صوت الميوزك، فهذا الشيء فعليا بيفرق معك كثير 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 كثير، مش شوي، تحديدا لانه بالعاده اللي بيشترك بيكب شباب، يعني انا شخصيا بحب كثير اسمع ميوزك وانا بالسياره. فكنت مستمتع بهذا السيستم، عليها سيستم بي اند او طبعا.
تحسه امريكي، حجم الاشياء هيك دفش، انا بحب هذا الاشي. يعني طلع هاي، هاي بتغطي الشمس تقريبا، مش بتغطي، بتغطي الشمس. واحدة من الاشياء اللي انا كتير بحبها هو انه دائما بتحس في البيك اب انه رجلك بعيد، رجلك عالية، رجلك واطية. هون بقدر من هاي الكبسة اقرب او ابعد الدعسات لعندي. يا جماعة قرروا انهم يعملوا اشي لحتى يزيدوا مساحة التخزين، بأنها كتير هلا راح احكي عنها، ولكن اشي كتير حلو. شايفين هذا الجير؟ الجير راح، انا بقدر احط هون طاولة. يا جماعة بدي انقب اعرف بالضبط كم مكان تخزين فيه اذا قدرت اعد، تمام؟ فعدوا معي، حلاقيه في هذا الباب واضرب باثنين لانه هذا الباب وعلى حد، تمام؟ هاي واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، هون شو في؟ هاي خمسة، هاي ستة، هاي سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، جوا 11. بدك تحسب اللي هناك تضربهم في اثنين، ها؟ هاي 12، هاي 13، هاي 14، هاي 15 لسه عم بحكي من قدام، لسه ما رجعت لورا. طب نرجع لورا، 16 17 18 19، واللي في هذا الباب اضربوهم باثنين، 20 21 22 24 25. هون ما في مساحة تخزين، ولكن يعني المساحة لهلها بتكفي. 25 هذا بس لسه بدنا نضرب باثنين الباب اللي هون والباب اللي هون. متخيلين قد ايه في مساحة؟ ومتخيلين اني بمشي قاعد انا جوا التراك، المساحة هون زيادة واسعة. طبعا في تدفئة كراسي، ما في تبريد بس في تدفئة، وفي مداخل، في اماكن للشحن USB USB-C. كمية المداخل والمخارج اللي في السيارة مش معقولة. المساحة قد ما هي كبيرة يعني ما عندي مشكلة اني انا دخلت من هناك واطلع من هون. ها وين التغيير القاتل؟ هيو هون السكرين تاعت السيارة. وين رايحين يا جماعة؟ وين رايحين؟ عسيرة وين رايحين؟ رايحين للكهرباء، كلنا بنعرف هذا الحكي. فهذا البيكاب عم بهيئنا انه في كهرباء جاي عن قريب. السكرين فيها كل المعلومات اللي انت بتحتاجها اللي موجودة هون، تاتش سكرين، حجمها خرافي خرافي خرافي، حجمها معبي البيكاب من جوا جد. اذا بيطلع معك حدا مستحيل يحس حاله طالع في التركات اللي كانت موجودة زمان واللي كنا نستخدمها. بحس حاله في سيارة، يعني إذا بنحكي بال 2013 بحس إنه ركب سيارة بال 2020، فسابقيته كتير. أنظمة الأمان في البيكاب مرتفعة جدا، الكواليتي تبعتها. يعني أنا إذا بطلع المسرب بيرجعني، أنا إذا بكون بالمسرب وفيه تحركت بيرجعني للنص، أنا إذا في سيارة قدامي وقفت البيكاب بيخبرني، أنا إذا في سرعتي طلعت بخبرني إن سرعة الشارع هالقد، فأنت ماشي هلا هالقد. يعني أنا هلا بشارع معطيني ليميت سبيد 80، فأنا بعرف حالي قد إيه لازم أمشي، مش مضطر أنا أضل كل شوي أطلع بالشارع أشوف قد إيه لازم تكون سرعتي. فهذا موضوع رهيب. الماتيريز المستخدمة في الكرسي راحة بتاخذها من SUV، من لوكجيريوس SUV، مش بس بتاخذها من SUV. عندي كثير مودز في البيك أب هذا، وبتغير السكرين على كل مود. يعني هلا على النورمال في عندي، بقدر اروح على السبورت، بقدر اروح على السليبري اللي هو بالشتاء، بقدر ديب سنو او ساند. فانا اذا بالصحراء او انا بالثلج برضه بيتماشى معه بالمود. يعني اذا انا في عندي طين بقدر امشي عليها برضه، اذا عم بطلع على الصخر. كمية المودز وكل شوي عم بتغير بس عندي السكرين. فكل هدول المودز جاهزة في هذا التراك. وعندك طبعا الايكو، عندك التوهول اللي هو اذا بدي اسحب اشي معي ورا، عندي السبورت، السبورت حطيت عليه على السريع، سيارة رفع الـ RPM فيها. هيك رجعت أنا على الإيكونومي. الإيكونومي هون أنا بوفر بنزين بالقدر المستطاع. البيكاب صوته حلو كتير، مش محسسني أني راكب إشي 50 سلندر، ولكن عم باخد منه الصوت اللي أنا متعود عليه في البيكاب. البطارية أدائها رهيب، هي ليثيوم آيون اللي هي التكنولوجيا الجديدة عم يستخدموها في البطاريات. فحل البيكاب 430 حصان، عم نحكي 430 حصان. الترك الاكثر مبيعا في امريكا، حلقه راح تكون موجوده على الشانل لهذا السبب. اعملوا سبسكرايب للشانل تاعت سترايف ميدل ايست هلا على اليوتيوب، راح تحضروا هاي الحلقه وحلقات ثانيه كثيره. وانا باسل مفرج،
وهذا سترايب.